ويانغ، هذا أمامنا غيو ويانغ، هل يسقط مواطنه زوكاي من صدارة هذا الجهاز الأخير أو أنه سيكتفي بموقع على منصة التتويج أم لا يحقق لا هذا ولا ذاك؟ سنشاهد في هذه المحاولة. نعم أستاذ محمد، هو تأهل من الدورة التمهيدية بالمرتبة الثانية بعد الصيني زوكاي، وحصل على 14950. نعم بداية قوية، حركات ذات صعوبة عالية، نعم أداء جدا عالي، أخطاء قليلة زي ما نشوف، حركات تغيير الاتجاه واستخدام ترك ومسك العقلة مرة أخرى، تكتشيف مع نص لفة، دورة كاملة محورية. دورة عظمى بالقبضة المقلوبة، تغيير اتجاه، تغيير القبضة. طبعا هذه كلها حاجات أشياء متطلبات للجهاز يجب اللاعب أن يؤديها ويمر عليها. تحضير نهاية ممتازة، ما عدا هناك وثبة فقط يحسم عليها. أتوقع يزيح كوشير اليان، يان الفرنسي، أتوقع راح ينافس يان لكن ليس الأول، ليس صعب أن يكون هو الأول. نعم. لن يزيح زوكاي. نعم ستكون ميدالية ذهبية ثانية لزوكاي. أتوقع نعم. نعم سننتظر ونشاهد. هو آخر لاعب في كأس التحدي للجمباز الفني، آخر لاعب هو اللاعب السينيغيو ويانغ. سننتظر التصريح بالنتيجة ثم التتويج. طبعا بطولة امتدت على 3 أيام، بطولة شاهدنا فيها 240 لاعب جمباز من الذكور والإناث. كانت المنافسة قوية جدا طيلة 3 أيام. اليومان الأخيران كان مخصصان للأدوار النهائية في 6 أجهزة للرجال، 4 أجهزة للسيدات. النتيجة إذن السين إيجيو مركز ثالث 14900، يبقى الفرنسي مكانه يان كوشيرا.